زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك. يا مرحبا ومسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد فاصل خفيف لطيف بسيط، لان يعني كذا يعني صارت مشاكل شوي. طيب المهم، فرحنا مع صقر وعشنا لذه الفرحه، وفي صقر يستاهلها. لما جاني في صقر وسلم، انا الحين وش قلنا؟ احنا نقول قبل شوي احنا وش قلنا؟ اي لا صقر اخذت بطاقته الفضيه منه عشان اليه المسابقه. جاني صقر وقال راي كان خذوا البطاقه مني. قلت البطاقه ما ياخذونها من تو عينك اذا ما هي باليه مسابقه. كفو حلو كفو. فرجعت لها الحين وهو يستاهلها. الف مبروك لك يا صقر، الله يبارك فيك ويطول عمرك. خمس ساعات مجانيه تستخدم البطاقه الفضيه فيها. جعلك وجعل ربي يوفقك. اسمح لي طال عمرك في كلمه. اسلم. انا قد قلت هذا اللي لخبطني ترى الابيات اللي انت تقولها. انتم ما تدرون ايش صار في الفاصل. ها طال عمرك ابيات ذكرتها في جلسة وانت بتسمعني، عرفت؟ قلت الشيخ راكان ابن ملح يوم الشيخ والله انت طرت لي ابيات جدي علي بن سعيد بن جعل عظامه في الجنة وسبعة عام سبعة عام. يوم يقول بعض الرجال يتجمل وانحضر جمل يجملك كل ما ياتيك من صوبه، اظهر بليل اشتاح يهد بالهمة اللي يبشرك بالعشا والنار مشبوبة. ابشر بسعادة وفي واحد جلقي اظلام ان الحكا كمل يا رد ويروى ويروي ما انت قبل. ابشر والله بسعادة تستاهل يا رب يوفقك. سهلا طيب ولا عليكم زود جميع. تسلم يا ابو عبد الله، الله يطول عمرك. طيب الآن حنا يا شباب في الإعلان المهم والأهم للبطاقة الذهبية، العميل التميز الذهبي. الأسبوع اللي طاف كانت أدمن ذكروني عند سلطان. نعم سلطان. نعم اليوم حصل لك. واليوم اختلفت الموازين. سلطان كان قريب، ما عندي محل. أو إنه ما اختلفت الموازين، أو إنها اختلفت الموازين. أبو عثمان بياخذها. فلذلك أنا أبي أعلن، أبي أعلن وأنا جالس، ولا عليكم أمر شباب، كلكم وقفوا مع الشباب هنا، وقفوا معهم ولا عليكم امر كلكم. يلا يا رجال. طيب اللي عند القز معذور، خليك انا عند القز ضبط امور. تبي توقف مع الشباب؟ يلا تعال تعال بسرعه. خلها ماجد، خلها وتعال. طيب عند القز نبي نعلن الان صاحب البطاقه الذهبيه، وهو والله العظيم انه يستاهلها ولا هو بقصور في الباقين. كاميرتي هذه يا بابا. طيب صاحب البطاقة الذهبية العميل التميز لهذا الأسبوع اللي هو المتسابق 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 سلطان الصباح. سلطان الصباح هذه بطاقتك التميز، العميل التميز، البطاقة الذهبية تستخدمها يوم كامل مجانا. قد استخدمت الأولى؟ نعم قد استخدمت. نعم وهذه حق لك برضو تستخدمها، وألف ألف مبروك إن جبت الهاتريك. نعم يا شباب، ها إذا جاب تصريح سلطان، إذا جاب الهاتريك سلطان، شوفوا هذه ما فيها تصويت، هذه ما فيها تدخلات خارجية، مع أن هذه أساساً 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 هي لذة المسابقة بعد، صح ولا لا؟ نعم. لكن سلطان بيجيبها بعرق جبينه، ممتاز، ولا بقصور في اللي خارج القناة واللي يدعمونكم كلكم، ممتاز. نعم. فبنشوف إذا جابها هاتريك له من عندي شيء خاص من البنك، هدية خاصة. هاي عينك. وهو يستاهل سلطان. شوف أنت قلتها الحين. إيه؟ ها؟ من الوعد أسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله وقوي. إذا ما خذيتها يا ربي يوفقك. ما كن سلطان. كوفو يا سلطان. كوفو يا سلطان. الله بس اسمعني بوجه كلمة. تفضل بداية. هيا هينك بإذن الله، الله لا يهينك.
الله لا يهيك يا حبيبي يا مساعد انت الكفو يا ابن الحلال خلوه انت بس يعبر بس خلوا يديكم بس اول شيء الله يبيض وجيهكم كل من دعمني وكل من دعم سلطان ماديا ومعنويا وهذا ما سوينا شيء ابو صباح منكم وإليكم وابشر بساعدكم والجاي افضل ان شاء الله والله يجعلني عند الهقوة ان شاء الله ولا وان شاء الله القادم اجمل باذن الله حلو على الاسبوع الجاي ان شاء الله حول الله وقوته بالتوفيق باقي تكلم ان شاء الله نقدها باذن الله جعل امرك طويل الله يعينك يا ابو ومن يقوم طيب يا شباب الان احنا وش عندنا الان يا شباب الان وش عندنا يا عبد الله عندنا لا ما فيها ركض خلاص 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 في مكاننا هنا عندنا كروت العرض جاهز الكروت يا كنترول طيب دقيقة بس قرعة